اكيد لازم ان احنا نتكلم فنيا بقى وتكتيكيا عن مباراه الاهلي وبايرن ميونخ النهارده باذن الله، وقوه هنا خطوط كل فريق الهجوميه اكيد والدفاعيه. خلينا نرحب بالمحلل المتميز حقيقي دكتور احمد بيومي، محلل الاداء بقناه الاهلي. صباح الفل. صباح النصر يا رب برضه. يا رب يا رب. الجمله دي انا بتفائل بيها بعدك. بعدين الجمله دي بالمناسبه عملت جابت لنا ايه؟ جابت لنا بطولات ورا بعض. جابت ثلاثيه قبل كده. مش بعيد. ان شاء الله ربنا يكرمك. طبعا اكون موجود معاكم النهارده على شاشه قناه الاهلي، وان شاء الله نقدم فقره كده تحليليه مبسطه نقدر نوصل فيها ارقام سهله كده ان شاء الله للمشاهدين. نستاذنك بقى نبتدي بالنقطه اللي نهاوند ختمت بيها تقدمتها لحضرتك، فكره نقاط القوه والضعف في كل الخطوط اللي في الفرقتين. طيب خلينا في البدايه الاول نوضح اصلا ايه الغرض من التحليل الاداء او جمله تحليل الاداء اللي بيبقى موجود في الفرقه دلوقتي، وطبعا بقى موضوع منتشر. هو الغرض منه بس نقاط القوة ونقاط الضعف للفريق المنافس على المستوى المهاري والخططي وبرضو على المستوى البدني. يعني باختصار شديد كده، أنا ببتدي أبقى مساعد للمدرب أو المدير الفني، ببتدي أقدم له ريبورت أو تقرير مصغر بقول له فيه مين هو مثلا هداف الفريق، مين هو صانع أهداف الفريق اللي هو راح يلعبه، مين القوام الأساسي للفريق. برضو ببتدي اشتغله على نقاط الضعف، ببتدي ان انا اقول الفريق دوت الاهداف اللي دخلت فيه كانت دخلت من عرضيات، من كرات ثابته، من 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 تصويبات، من اختراقات من الجبهه اليمين. اذا في الاخر انا ببتدي الخص له الفرقه اللي هو رايح يلعبها عشان في الاخر يقدر ان هو يبني سياسه الاداء او التشكيل بتاعه او المسار اللي هيمشي فيه في المباراه. ده كده باختصار محلل الاداء المفروض ان هو ده دوره. يعني المحلل الاداء ما بيشتغلش على النواحي الرقميه وبس، الارقام دي لازم يكون بساعات بتكون خادعه، فلازم ان هو يتفرج على الفيديوهات اللي بتبقى مقابله للارقام دي. كويس كده. فخلينا ممكن برضو ننتقل لنقطه فريق الدحيل عشان انا عايز اتفضلي. طيب قبل ما نروح بس، لان مهم كمان ان احنا معانا دلوقتي على الهواء مباشره زميلنا امير هشام وفد قناه الاهلي وكواليس بقى بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وخلاص ساعات قليله بتفصلنا عن المباراه، فحابين نعرف كده برضو الروتين او الساعات المتبقيه ايه اللي هيتم فيها. امير بصبح عليك في البدايه اكيد، وكل جمهور 10 الصبح في الاهلي بيسمعك، اتفضل. صباح الفل عليك يا نهاوند، تحياتي ليكي وتحياتي الكريم ولضيفكم الكريم طبعا اللي معاكم النهارده ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني يوم تاريخي ولحظات تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي ولجمهوره بالكامل في كل مكان. مباراه غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه، وهي مباراه البايرن النهارده في تمام الساعه 9 بتوقيت المونديال، وفي نصف نهائي بطوله كاس العالم للانديه. الكل جاهز وده اهم شيء، الفريق بشكل كامل وبعد انتهاء التدريبات بالامس المران الاخير للنادي الاهلي، الفريق كله جاهز لهذه المباراه جاهزيه تامه، الكل مستعد معنويا كمان ونفسيا لمواجهه فريق بايرن. مستر بيتسو موسيماني يعني اشتغل مع اللاعبين بشكل جيد جدا في جميع الجوانب، سواء الجوانب النفسيه الفنيه الخططيه، كلها امور يعني تم العمل عليها بشكل مفصل وشكل كبير جدا من قبل الجهاز الفني كمان ككل، مش مستر بيتسو موسيماني بس. حاله اللاعبين كلها جيده، مفيش اي اصابات الحمد لله، والكل متاح بالنسبه لمستر بيتسو في مباراه اليوم. يبقى اختيارات مستر بيتسو وتشكيل النادي الاهلي، وده اللي هنعرفه قبل المباراه باذن الله على طول. خليني اقول لك يا نهاوند واقول لك يا كريم، برنامج الفريق على مدار اليوم النهارده الساعه 3 تحديدا هيكون ميعاد الغدا الساعه 5، وكل ده طبعا بتوقيت المونديال. الساعه 5 هتكون يعني سناكس كده، شاي وكيك بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. 5:30 بالظبط المحاضره الاخيره من مستر بيتسو موسيماني للاعبي النادي الاهلي، والنقاط الاخيره اللي هيتكلم فيها بخصوص مباراه اليوم امام فريق البايرن. المحاضره هتاخد اكيد وقت شويه من الجهاز الفني مع اللاعبين. بعد كده هيبقى التحرك بالظبط في تمام الساعه 7 مساء بتوقيت المونديال عشان يوصل الاهلي قبل ساعه ونص باذن الله تعالى لاستاد احمد بن علي واللي هيستضيف هذه المباراه، هذا الاستاد المميز جدا في الحقيقه، وده طبعا طبقا لكل الامور اللي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الفني. وان شاء الله الاهلي يكون جاهز في هذه المباراه، المعنويات مرتفعه جدا، التفاؤل موجود عند عدد كبير جدا من افراد البعثه في الحقيقه. يا رب يا رب يعني ربنا يستجيب دعوات كل جماهير النادي الاهلي ويتخطى النادي الاهلي هذه العقبه الصعبه والقويه عشان يبقى حدث
تاريخي، وفي كل الاحوال اللي احنا يعني اللحظات اللي احنا فيها دي فهي لحظات تاريخيه في كل الاحوال. النادي الاهلي موجود في نص نهائي كاس العالم، النادي الاهلي بيقابل بطل اوروبا وافضل فريق في العالم، فخلاص يعني استعدادات نهائيه وساعات تفصلنا عن هذه المباراه المرتقبه. كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله الامور تبقى ماشيه كويس. جمهور النادي الاهلي اكيد هيكون ليه دور قوي جدا النهارده في الملعب، يعني الكل طبعا هيكون موجود الاعداد المحدوده او الاعداد المسموح بها الحضور في هذه المباراه. ما اعتقدش خالص ان هيكون في جماهير لبايرن، ممكن تكون عدد قليل من الناس الموجودين هنا اللي بيشجعوا مثلا البايرن، لكن اكيد جمهور الاهلي هيبقى اكتر، واكيد جمهور الاهلي هيبقى ليه يعني دور بارز وهام جدا جدا في هذه المباراه المرتقبه. ده فيما يتعلق بمباراه اليوم. لكن من ضمن الاخبار المهمه كمان خليني اقول لكم ان العميد محمد مرجان انضم النهارده لبعثه النادي الاهلي ودخل في الفقاعه الخاصه بالفريق بعد سلبيه المسحه بتاعته امبارح، واصبح سليم تماما. بنقول له الحمد لله على السلامه، لسه واصل منذ لحظات وانضم للفقاعه الطبيه الخاصه ببعثه النادي الاهلي هنا في المونديال، واكيد هيكون معنا في الماتش بالليل ان شاء الله، نتابع الماتش من الملعب. بنقول له الف الحمد لله على السلامه بعد ما كان بقاله 10 ايام طبعا مصاب بفيروس كورونا وكانت عينته ايجابيه. فيما عدا ذلك الامور كلها في الحقيقه ماشيه بشكل ايجابي جدا. ان شاء الله منتظرين التوفيق من المولى عز وجل في مباراه اليوم. لو في اي استفسار انا معاك، اتفضل. يعني انا سعيده ان انا اسمع طبعا عن سياده العميد ان هو تعافى والبعثه، فده شيء يسعدنا اكيد كلنا كجماهير يعني للنادي الاهلي. وكمان فكره ان انت طمنتنا عن استعداد الفريق فنيا ونفسيا، واعتقد نقطه مهمه اللي انت قلتها، اكيد جمهور النادي الاهلي يعني يا امير في ظهر الفريق من قبل ما يسافر حتى بكتير، وفكره طبعا. كمان يعني وفكره كمان ان الروح المعنويه اعتقد لازم تكون مرتفعه، لان ما ذكر او ما كتب عن النادي الاهلي حتى في الصحف الالمانيه كان حاجه في منتهى الرقي، تحدثوا عن يعني ماتش بين عملاقين، فيعني اعتقد كل دي ربما كان لها تاثير، فاكيد تاثير ايجابي جدا في رفع الروح المعنويه للفريق وللجمهور. فيا رب ترجعوا منصورين يا امير، وتحياتنا للبعثه كلها ان شاء الله خير. شكرا ليك. نشكر زميلنا العزيز امير. نشكرك يا امير، شكرا جزيلا. وعوده لضيفنا العزيز دكتور احمد بيومي محلل الاداء، اللي كان بيكلمنا من شويه عن اهميه تحليل الاداء من حيث المبدا، وان كان ختم كلامه بتفصيله بان ساعات بتبقى الارقام خداعه. فعلا ساعات بتبقى ارقام خداعه، يعني سي مثلا ساعات بنتفرج ان فرقه بتبقى مستحوذه بنسبه 60% و70% ومع ذلك بتخسر. فاذا انا النهارده لازم اعرف ايه الغرض من الاستحواذ بتاعي، ده رقم خادع عندي 70%، انا مجرد لو انا شفت الرقم من غير ما اتفرج على المباراه او اشوف الفيديوهات اللي بتبتدي تفسر لي الرقم ده، انا ممكن اتخدع اقول لا دي فرقه فعلا هايله، في فرقه عندها مواهب. طب ما المدير الفني بيروح له الورق اللي انت بتكتبه، هل بيروح مرفق طي وزي الفيديوهات عشان يعرف ملابسات الارقام دي؟ بالظبط، لازم اثبت له الارقام دي بفيديوهات علشان يتفرج. يعني زي مثلا لما برضو بقول ان عندهم مثلا ادميلسون او ادواردو لعيب بيعمل مراوغات عاليه جدا، نسبه مراوغاته موجوده قدامي اكتر مثلا من 80%، فانا لازم برضو احط له الفيديوهات اللي بتثبت ده طبعا. عشان اللعيب زي محمد هاني زي علي معلول يتفرج على الفيديوهات بتاعته ويبتدي يشوف هو ازاي هيقدر يواجه المراوغات بتاعته، طريقته في المراوغات ازاي، بيراوغ من الثبات، بيراوغ من الحركه، كل دي لازم ان انا احطها في الفيديوهات. فعشان كده ما ينفعش الرقم يكون لوحده، لازم يكون مرتبط بالفيديو. يعني احنا عندنا في التحليل انا بطلع من الماتش الواحد اكتر من 1500 فيديو، فعندنا ارقام مهوله من الفيديوهات مش مجرد رقم بس. خلينا برضو ندخل في مباراة الدحيل، انا حابب ارد على نقطة مهمة جدا. ان كان في طبعا بعض اراء المحللين بيشككوا خصوصا في الشوط الاول ان الاهلي ظهر بالقوة دي نتيجة تراجع فريق الدحيل. فخلينا برضو عندنا صورة بتوضح ان عندك دلوقتي في الدقيقة 3 وعندنا برضو في الدقيقة الاولى، انت عندك النهاردة 6 لاعبين موجودين في نص ملعبك من اول المباراة، ده كده بيثبت لا ان فريق الدحيل حاول من بدايه المباراه انه يهجم عليك، ما كانش متراجع ولا حاجه، مش انه تغول علينا في الشوط الثاني بقى. بالظبط بالظبط، لا هو من الاول حاول انه يعمل ده، ولكن الاهلي هو اللي اجبره ازاي بقى؟ بدا يعمل استحواذ في نص الملعب عن طريق مجدي قفشه وحمدي فتحي، بدا انه فعلا يفسد الهجمات عن طريق الاطراف، ودي كانت نقطه مهمه جدا.
بدا هنا نادي الدحيل ان هو يحترم فعلا قيمه النادي الاهلي، وبدا يتراجع مره ثانيه لان هو بدا ان هو يعمل هجمات ولقى ان فريق الاهلي قادر يواجه الهجمات دي. دي صورتين طبعا في الدقيقه 3 والدقيقه الاولى، فده ردا على المحللين ان هم بيوضحوا ان فريق الدحيل بدا المباراه وهو في نص ملعبه، لا هو حاول يهاجم. دي هو اثر حتى لو ده حصل، يعني ده شيء غريب قوي ان انت تعول فوزك او يعني ان انت مسيطر في الملعب على ان الفريق الثاني ما كانش يعني ما كانش بيهاجم يعني بالظبط. انا كفريق استغلت النقطة دي، ده مش عيب طبيعي يعني. في الآخر النقطة الثانية برضو اللي عايزين نوضحها اللي هي الشوط الثاني اللي هو انخفاض مستوى الأهلي في الشوط الثاني. عايزين برضو المحللين قال لك إن الأهلي ما كانش موجود نهائي، لا الموضوع ما كانش كده خالص. أنت عندك فريق بيلعب على أرضه وخسران الشوط الأول 1-0، بدأ ينزل الشوط الثاني يهاجم، فكان المطلوب من فريق النادي الأهلي إن هو يواجه الهجوم دوت. وكان عندك طبعا حمدي فتحي اخر انذار، فبالتالي وكان بيعمل استحواذ كبير في نص الملعب، فلما خرج كل دوت قلل من خطوره النادي الاهلي. طيب خلينا نشوف الارقام اللي بتوضح ما بين الشوط الاول والشوط الثاني للنادي الاهلي والنادي الضحيل. عندنا مثلا في الشوط الاول كانت نسبه الاستحواذ 68 مقابل 32% لنادي الضحيل. عندنا ثاني بقى على الرغم من الاقاويل اللي بتقول لك ان نادي الدحيل كان مستحوذ على الكوره، هنلاقي ان نسبه الاستحواذ كانت برضو في صالح النادي الاهلي 52% مقابل 48% لنادي الدحيل. يعني على الرغم من خطوره النادي الدحيل في الشوط الثاني الا برضو ان الاهلي كان قادر يستحوذ على الكوره، كان قادر يقلل من خطوره فريق الدحيل. هنلاقي الفرص برضو على المرمى، الفرص على الاول 3 للنادي الاهلي منهم الفرصه اللي هي كانت اوفسايد مقابل 0 للنادي الدحيل. الشوط الثاني كان فيه فرصه على المرمى للنادي الاهلي مقابل 4 لنادي الدحيل. يعني اللي عايز اقوله ان ما حصلش انهيار تام للفريق الاهلي في الشوط الثاني، هو مجرد انخفاض في المستوى، وهو طبيعي نتيجه ان فريق المستضيف للبطوله بيحاول يهاجم بكل قوته بطول الملعب وعنده نجوم قادره تنفذ دوت. فانت كان لازم يكون انت عندك رد فعل ان انت تواجه دوت عن طريق استحواذ تقلل من خطوره فريق الضحيل. ده بالنسبه للمباراه فريق الضحيل. طب ارجع بينا بقى على البايرن اللي هو يعني هو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هي دي الكريزه بتاع النهارده. وبحكم ان انت يعني للدرجه دي عارف تفاصيل الارقام والاحصائيات المتعلقه بالبايرن ميونخ، وبطبيعه الحال عارف كل ما يتعلق بالنادي الاهلي، الارقام اللي في دماغك سواء يمين او شمال اهلي او بايرن ميونخ بتقول لك ان المباراه بتاعت النهارده مش بعيد ان الاهلي ممكن يفاجئ الكل وهو اللي ينتصر فيها، او ان في نديه هتكون ملحوظه بشكل كبير في الملعب، ولا بتقول لك ايه الارقام؟ خلينا نقول ان الارقام مش هينفع فيها مقارنه لسبب اختلاف الدوري الالماني عن الدوري المصري. دي نقطه مهمه جدا، ما اقدرش اقارن الرقم هنا، ولكن انا بتعرف على مستوى خطوره المنافس. المنافس لا منافس قوي، منافس عنده نجوم كبيره جدا، منافس يمكن القيمه التسويقيه للاعبين في بايرن ميونخ معديه 800 مليون دولار 800 مليون يورو، ده رقم ضخم جدا. طبعا عنده نجوم، لا عنده نجوم، احنا ممكن نستعرض دلوقتي النجوم. مثلا عندنا هداف الفريق ليفاندوفسكي جايب 24 هدف، جايب يعني يعتبر 45% من قوه الاهداف اللي جايبها الفريق كله، جايب 24 هدف مقابل 58% للفريق. عندنا مثلا عندنا مولر جايب 10 اهداف، عندنا جنابري جايب 5 اهداف. بنتكلم في صناع الاهداف برضو، كيميتش جايب عامل صناعه 10 اهداف، عندنا كومان 9 اهداف، مولر 8 اهداف. لا احنا بنتكلم على فريق قوي، احنا مش رايحين نقابل فريق متوسط المستوى ولا قوي بس، لا هو فريق بطل من ابطال العالم. عندهم هداف، عندهم هدافين، عندهم هدافين. انا كده كمان ما ذكرتش كل الهدافين، انا ذكرت اللي هم افضل 3 في الفرقه. فاحنا رايحين نقابل فرقه صعبه مش سهله، ولكن يعني هي المباراه دي لازم تتحط بين قوسين، ولكن مفيش فرقه ما بتخسرش، مفيش فرقه ما بيدخلش فيها اهداف. وفعلا وده اللي حصل فعلا مع بايرن ميونخ. احنا لو استعرضنا مشواره هنلاقي ان هو لعب 20 مباراه في الدوري. طب ليه انا دايما الدوري بيبقى فيه دايما ماتشات متتاليه متتابعه، في عندنا لعبوا 20 مباراه، انا اقدر من خلال ال 20 مباراه دي اعرف فين نقاط القوه ونقاط الضعف، مفيش جاب ما بين المباراه والثانيه. طيب هنلاقي برضو في المشوار ده نقطة مهمة جدا، هو مسجل 58 هدف كأقوى خط هجوم في الدوري، نفس الكلام عليه 26 هدف داخل في مرمى 26 هدف كخامس أقوى خط دفاع، يعني هو مش أقوى خط دفاع، إذا فريق تقدر تسجل فيه، ودي النقطة اللي احنا ممكن نستفيد منها النهاردة. طيب ال 26 هدف دول جم إزاي؟ 26 هدف دول منهم مثلا ممكن نستعرض الجدول اللي بيوضح ال 26 هدف دول، هنلاقي ان هو في 14 هدف من كرات عرضيه. دي نقطه مهمه جدا، الكرات العرضيه دي برضو احنا ممكن النهارده نستغلها. طب هتقولي طب ما ممكن الاهلي النهارده مش هيهاجم اصلا عشان كده مش هيقدر يعمل كرات عرضيه. في نقطه ثانيه مهمه جدا،
لاحظت في من خلال ان انت تبني تحليلاتك على فريق الباير، فريق الباير اتهزم السنه دي 3 مباريات، مباراتين في الدوري ومباراه في الكاس. يمكن المباراتين اللي في الدوري دول ممكن نبني تحليلاتنا ازاي. هنبص هنلاقي ان الاهداف اللي دخلت فيه، هو فريق دايما بيسعى انه يحرز هدف واثنين وثلاثه، الضغط عنده قوي جدا. بالظبط فبالتالي بيسيب وراه مساحات. تمام، احنا ممكن نستفيد من المساحات دي. دي كده اول طريقه، ما اقدرش ان احنا يعني اشوف طريقه ثانيه. دي اول طريقه ان انا شفتها من بعد ان احنا محللنا الارقام وبصينا على الاهداف. لكن لو بصينا على الشاشه هنلاقي عندنا ان هو خط الدفاع لازم يقرب من نص الملعب عشان يقرب ما بين خط المنتصف وما بين الهجوم. ده شيء طبيعي عشان هو دايما بيعتمد على الضغط العالي. هنلاقي دايما ان الموضوع ده اتكرر 4 مرات في الـ3 مباريات اللي اتهزم فيهم، اتكرر 4 اهداف بنفس الشكل ده، انه بيسيب مساحه ورا خط الظهر، بيبتدي يلعب للفيرود كوره طويله ان انا اقدر عن طريق السرعات استغلها واجيب اهداف. هل كان بيلعب بنفس الخطه اللي هي 4-1-4-1؟ لا، في المباراه دي كان بيلعب 4-2-3-1. تمام، يبقى اذا بنقول ان الموضوع ده اتكرر 4 مرات في الـ3 مباريات اللي اتهزم فيهم. ايوه، بس انت بتتكلم على 26 هدف دخلوا مرمى، وطبعا بانعكاسات ده او بمدلوليه ده على ان هم في مشكله الى حد ما في خط الدفاع. يعني بالظبط، بس انت المشكله ان انت توصل لمرحله ان انت يعني وصلت لخط الدفاع اصلا. ما دي النقطه، احنا بنتكلم على فريق بيكبس على طول. صح، الوقت الاطول من المباراه. صح، اللي هو بيلعبها ايا كان مين المنافس، هو مقضي الوقت الاطول في نص ملعب الفريق المنافس كده. بالزبط، يعني الضغط متحقق بالفعل ومشكله عليك بشكل. عشان كده انا مش عاوز اوصل بالفول تيم بتاعي او اعمل استحواذ في نص ملعبه. انا بالظبط عايز العب على كره طويله عن طريق ان انا استغل السرعات، سواء عندنا محمد شريف او استغل الاطراف، عندنا طاهر، عندنا كهربا. يعني اذا في الاخر ان انا عاوز استغل السرعات، يبقى دي اول طريقه ان انا ممكن استغلها ان انا اجيب هدف، ان المساحات خلف خط الدفاع بالاضافه للضربات الثابته بالتالي. بالظبط، يعني بالظبط. هنلاقي ان في الضربات الثابته هنلاقي انه دخل فيه 6 اهداف من ضربات ثابته. ده برضه نقطة ان انا ممكن استغلها. يبقى عندنا نقطتين ممكن نستغلها النهارده ان شاء الله. ويمكن ده كان سلاح اصلا موسيماني، الكرات الثابتة والعرضية. بالظبط، عن طريق بدر بنون ان انا بستغل الضربات الركنية، بستغل طوله او الجامب بتاعه، ان انا بيبتدي يحضر، يبتدي يعمل له هيدن ورا اللعيبة، ويبتدي هو يخش في الضربة الثابتة ان هو يقدر عن طريق طوله انه يستغله ان شاء الله. بحكم بقى يعني تخصصك وانغماسك في الارقام والتحليلات والرؤية الواسعة لكل ما هو مميز وغير مميز في اي فريق، عناصر القوه وعناصر الضعف، مخليه واحنا خلاص في ساعات بسيطه جدا بتفصلنا عن المباراه، حجم الطمانينه اللي جواك انت شخصيا؟ حجم الطمانينه مش اللي مطمني مش الارقام، حجم الطمانينه اللي مطمناني هي روح الفانيلا الحمراء. الاهلي ان شاء الله هيأدي بطريقه كويسه، ان شاء الله عنده ثقه في لعيبته، لان هو عنده شركه تحليل اداء كويسه جدا، اكيد درس الفريق الباير. ان شاء الله هو ده اللي هيكون الفيصل مش الارقام. انا مش هبص الارقام خالص، لان الارقام انا قعدت ابص لها، ارقام فريق الباير تخض فعلا. فهي دي ان شاء الله اللي هتكون الفيصل، روح الفانيلا الحمراء، الدعم من الجمهور، الدعم من مجلس الاداره، هو ده ان شاء الله اللي هيساعدنا ان شاء الله النهارده باذن الله. طيب لو هنتكلم بقى في فكره هنا، يعني احنا مثلا قلنا الضحيل كنا بنتكلم ان هي كانت نسبه الاهلي اكتر، حتى لو هنقول 60-40 مش ارقام، توقعات من ناحيه بيرسنتج بالنسبه للماتش النهارده ان شاء الله. لو توقعنا، انا اتوقع ان ممكن باذن الله نخرج الماتش على الاقل الشوط الاول نخرجه ما يدخلش فينا اهداف، خصوصا ان في تحليلاتهم لقينا ان هم في اول ربع ساعه جايبين 6 اهداف، فهم بيضغطوا من الاول خالص. فكل ما انت بتاخر كل ما بيديك ثقه، ممكن الشوط الثاني باذن الله نطلع مثلا 1-1 وبعد كده نلعب بنالتيات، وده اللي حصل فعلا معاهم. انا ما بقولش كلام ما حصلش، الكلام ده حصل معاهم وخرجوا من بطوله الكاس عن طريق ان هم كانوا كسبانين 2-0 على فكره. الفريق اللي قدامهم جاب 2-2 ولعبوا بنالتيات وخرجوا. فانا ما بقولش امور ما حصلتش، الامور دي فعلا حصلت. فانا بقدر الامكان نحاول ان احنا ناخر للشوط الثاني. ثقل النادي الاهلي في رايك يوازي حجم ثقل بايرن ميونخ؟ النادي الاهلي قابل صعوبات اكبر من كده بكتير في افريقيا، وحصوله على بطوله افريقيا السنه دي في اجواء صعبه جدا بالقاضيه في الاخر، لا الموضوع كان صعب. فهو ياما واجه خبرات اكبر من كده بكتير ومواقف اخطر من كده. والموضوع لا، الموضوع مش بعيد، الموضوع ان شاء الله هيبقى
ان شاء الله مش هيخرج زي 8-2 اللي بنسمع الارقام اللي سمعناها قبل كده للبايرن والسته والخمسه، لا لا الموضوع ان شاء الله هيبقى مختلف. كان في 10 يا دكتور احمد بس في الاخر هم اخر ماتش كاسبينه في سنه حاجه و50 او حاجه و60 لو انا مش غلطان، فريق النادي الاهلي كان بيلعب فريق مجري على حد ما اتذكر، مش عارف طبعا انت ادرى مني، بس كانت النتيجه 14-0. 14-0 ده بس 14-0 يا نهوان هم ما كانوش موجودين اصلا. طبعا الفرقه ما جاتش يعني وارد قصدي النوع ده من الارقام. ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده النهارده، وهم فعلا يعني اكتر من محلل اداء اعلن ان الموضوع ان ال 8-2 دي مش هتتكرر مع النادي الاهلي، وده اكيد ان الاهلي يعني بالعكس الموضوع ده لما حصل معاك قبل كده انت بيبقى عندك الخبرات دي، فانت اوريدي اتفرجت على المباريات اللي حصلت فيها الثمانية والستة والخمسة، فانت اكيد اتعلمت لان انت عندك محللين اداء موجودين جوه الفرقه مع مستر بيتسو جايب معاه 2 محللين اداء، فاكيد وصلوا النقطه دي واكيد شرحوا الفيديوهات دي. فلا لا اكيد ده انا متوقع او يعني باكاد اجزم باكتر من 90% ان النتيجه العاليه دي مش هتحصل. يعني ممكن نتوقع حتى لا قدر الله هيبقى ممكن بيبقى في هزيمه يعني، لكن الارقام العاليه دي لا ما اعتقدش انها هتحصل النهارده. هو بالمناسبه يعني هل الخطه اللي بيتفق عليها ما بين المدرب والجهاز الفني واللعيبه واللي هم المفروض ان هم نازلين عشان يحققوها بحذافيرها، هل في مساحه ان اللعيبه من نفسهم بالظبط يضطروا يغيروا في المتفق عليه؟ حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، هو اللعيب مش انسان آلي جوه الملعب. احنا بنحط الخطوط العريضه وفي الاخر لازم يبقى فيه مساحه من الابداع لقدراتك او لفكرك وحسب الموقف، في مواقف المدرب ما بيبقاش عارفها فبتحصل، فبناء عليه لازم يحصل تدارك للموضوع حسب خبرات اللعيب حسب قدراتك انت كلعيب هنا، عشان كده بيبان جوده لعيب عن لعيب انه يقدر يبتدي خلال موقف معين مش متفق عليه انه يقدر يتصرف فيه صح. فلا الموضوع مش مدرب بس، الموضوع لازم يرجع برضه لخبرات اللعيب وتقله جوه الملعب. طب لو اتكلمنا برضو عن سريعا لان الوقت خلاص فاضل دقيقه تقريبا، بس انا عايزه مقارنه سريعا فكره هنا السرعات، لان زي ما حضرتك ذكرت اكتر من مره بايرن ميونخ عنده سرعات وضغط كبير جدا، احنا برضو عندنا يعني سرعات يعني زي ما حضرتك اتكلمت برضو قفشه سواء بدر بنون ديانج، يعني عندنا برضو فريقنا ده، بس لو هنتكلم على الارض بقى يعني شايفها ازاي هتكون المنافسه؟ انا شايفها اقول لحضرتك انا مش شايفها ان احنا هنقارن سرعه بسرعه، ولكن هنقارن على المستوى الدفاعي هنوقف السرعات دي ازاي. لازم يحصل تعاون ما بين اي لعيب قريب من الكوره، ما ينفعش يبقى لعيب واحد، لازم يبقى فيه ثلاثه على الاقل، يعني سواء الاطراف هم عندهم الاطراف بتاعتهم عندهم سرعات عاليه جدا، فلازم يبقى زي ما حصل الماتش اللي فات برضو الاطراف بتاعتهم كان عندهم ادميلسون وادواردو، فكان حصل تعاون ما بين بدر بنون وايمن اشرف في الاتجاهين، اتجاه علي معلول واتجاه محمد هاني، فاذا لازم عندنا يحصل تعاون ما بين خط النص انه يقفل مع الاطراف، ونفس الكلام البيت الدفاع يقفله مع الاطراف، يعني اذا اللي عايزين نقوله مش هيبقى لعيب او لعيب فردي، لا احنا هيحصل تعاون عشان نقفل على السرعات دي. احنا على كل الاحوال يعني كل دعواتنا وكل يعني مشاعرنا الطيبه وتمنياتنا بالتوفيق والثبات للنادي الاهلي في مباراه النهارده، ماتش مهم جدا، ماتش تاريخي غير مسبوق، رسميا بطل افريقيا يواجه بطل اوروبا، يا رب الخير والنصر للنادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله بكره نبتدي معاكم حلقتنا بالجمله اللي انا دايما بتفائل بيها من الاهوال، صباح النصر ان شاء الله يا رب. ده شكرا ليك دكتور احمد، شكرا. هاخد من كلام كريم يعني اكيد عندنا ثقه كبيره في فريقنا، اكيد كلنا بنتمنى ان فريقنا هو اللي يفوز، ولكن هرجع واقول برضو احنا على الحلوه وعلى المره مع الاهلي، يكفينا برضو شرفا اكيد ان هو واصل لهذه المكانه وبيشرفنا دوليا، دي حاجه يعني كبيره جدا بالنسبه لنا، ودي الثقه اللي عندنا دايما في فريقنا، احنا دايما يعني اعتقد محط انظار العالم كله والجميع، وكفايه كمان ما ذكر عن الاهلي مره ثانيه هرجع اقولها في الصحف العالميه عن قوه وضخامه هذا النادي، فكل التوفيق النهارده يا رب الساعه 8 بتوقيت مصر، كلنا هندعي وكلنا عندنا الثقه وان شاء الله تبقى كمان يعني مباراه حلوه ونشوف كوره حلوه باذن الله. يا رب ان شاء الله. نورتنا يا دكتور احمد، بنشكرك على وجودك معانا، شكرا جزيلا، اقول لكم احسن المباراه ان شاء الله ونكسب باذن الله يا رب، ونشوف حضراتكم على خير بكره باذن الله، شكرا.